النهارده قبل ما ندخل في كتائب الشائعات، كتائب الحقائق بقى في النادي الاهلي، تعلن اليوم عن 3 صفقات مهمين جدا ان شاء الله. لما لجنه التخطيط لكره القدم في النادي مع اداره التسويق تستكمل كل ما هو جديد، هتلاقوه ان شاء الله تباعا من خلال النادي الاهلي وكل وسائطه الاعلاميه، سواء الموقع الالكتروني او قناه النادي، في كل شيء هتلاقوا الخبر الرسمي. لكن النهارده شيء رائع جدا انه النادي بيعلن عن 3 صفقات مهمين جدا حسب تقديرات نجوم الكره وخبرائها لتدعيم صفوف الفريق، علشان تتاكدوا. لما قلنا لكم من حلقتين تقريبا، لو الاهلي خسر الدوري افريقيا هترجع تنمي المغرب، لانه الاهلي ارجعوا لكل وقائع التاريخ، لما فعلا بيحس انه وصلنا اللحظه لابد من اعاده البناء بيكون التدعيم القوي والاستنفار الكبير يا باشمهندس. مؤكد هي مسؤوليه، وعلى فكره كسبت خسرت انت دايما بتفكر ماذا بعد. ايوه. ولو رجعت بقى لكلمه الكابتن الخطيب اذا كانت موجوده عندك، هنقف معاها كتير. هي ملخصه كده عشان نشرحها في ميعادها. طيب النهارده الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي اعلن عن 3 صفقات مهمين، ابرزهم النادي الاهلي وحصل على توقيعهم بشكل رسمي، النجم الجنوب افريقي بيرستاو، ده جناح برايتون الانجليزي، انضم للاهلي لمده 4 مواسم. اذا بيرستاو في الاهلي لغايه 2026 ان شاء الله. اللاعب قام بالتوقيع على كل الاوراق الخاصه بانهاء اجراءات الانتقال من برايتون الانجليزي الى النادي الاهلي، وكمان حضر للقاهره النهارده او قبل ساعات، اتفق على كل الامور الخاصه باستقراره في مصر. هينضم للتدريبات وفقا للموعد اللي هيحدده مستر بيتسو موسيماني. عشان سريعا نقول لكم الداتا بتاعت او السي في لبيرستاو، ده جناح بيلعب في الناحيه اليمين وبيلعب في الناحيه الشمال. هو جنوب افريقي، سنه 27 سنه، القيمه التسويقيه له 3 مليون يورو قيمته التسويقيه. النادي السابق له حتى الان برايتون الانجليزي، لكنه كان واحد من اهم نجوم صن داونز لما عملوا المباراه الكبيره ضد الزمالك في 2016 وفازوا بدوري الابطال، فواحد كان من اللعيبه المؤثره جدا مع صن داونز. بعدها انتقل الى يونيون وكلاب بروج البلجيكي واندرلخت البلجيكي. ابرز انجازات بيرستاو يا باشمهندس، هداف الدوري في جنوب افريقيا، حصل مع صن داونز على دوري جنوب افريقيا مرتين، حصل معاه على دوري الابطال، فاز معاه بكاس السوبر الافريقي، وفاز ببطوله الدوري البلجيكي مع كلاب بروج. بيرستاو لاعب دولي يا باشمهندس، 28 مباراه مع منتخب الاولاد، سجل فيهم 7 اهداف، صنع 5، ده في الدوري البلجيكي، سوري، 32 مباراة في الدوري البلجيكي سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5، مع المنتخب شارك في 28 مباراة سجل 13 هدف وصنع 3، شارك في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي مع برايتون وصنع هدف، شارك في 3 مباريات مع برايتون في دوري أبطال أوروبا صنع خلالها هدف، خاض 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز كان سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4، وسجل 5 أهداف في كأس بلجيكا. شوف مؤشرات بتقول انه لعيب مهم. يعني هو كان معلوماتي انا بقى، ايوه، ان هو كان برايتون اشتراه من صن داونز واعره لكلاب بروج، ايوه، وعمل موسم كويس مع كلاب بروج، ايوه. كل اللي يهمنا هيعمل احنا معانا احنا ايه. احنا يعني كميته، هو واضح انه لعيب مهاري لان كل الناس اتكلمت عليه وعن مهاراته. نتمنى ان يكون يعني يفي باحتياجاتنا ويعمل النقله اللي احنا نتمناها. مش عايز اعلي يعني التوقعات لدرجه ان اعمل عليه حمل او اخلي الناس تقيمه بشكل مش واقعي، دعنا نشوف باذن الله هو يقدم نفسه ازاي معانا وربنا يوفقه. كون انه اللي مرشحه واللي مختاره واللي موافق عليه واللي عارفه واللي حافظه بيتسو موسيماني، ايوه، عشان جنوب افريقيا هيساعد كتير في مسيرته، هيساعد في انه يعني يتأقلم، يبقى عارف امكانياته ايه، ايوه، ويبقى عارف يستخدمه ازاي.
لكن خلي بالك النادي الاهلي الناس انت عندك 5 محترفين عاليين فانت اللي يجي يبقى اعلى يبقى اعلى فباذن الله يكون هو ده هو ده باذن الله لان طبعا الفتره الجايه مليئه بالتحديات المهمه طبعا مليئه بالتحديات المهمه طبعا والمفروض انك انت بتعمل ابجريد لمستوى فريقك عشان تبتدي تنقل طموحات التنافس على مستوى وليفل تاني. طيب كابتن امير توفيق كمان اعلن عن الصفقه الثانيه كشف عنها في التعاقد مع الموزمبيقي ميكيسوني. ميكيسوني ده الجناح بتاع سيمبا التنزاني، يعني هو موزمبيقي محترف في تنزانيا، الاهلي اعلن التعاقد معاه رسميا لمده 4 سنوات ايضا. قال امير توفيق انه الاهلي انهى كل الاجراءات سواء الماليه او الاداريه، اللاعب وصل القاهره من 24 ساعه مضى وانهى كل ارتباطات او اجراءات تعاقده. ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني 26 سنه، يعني احنا بنتكلم في بيرسيتاو 27 ميكيسوني 26. قبل كده لعب لانديه سان داونز، ودي نقطه مهمه جدا في العلاقه مع بيتسو موسيماني. الكيمياء موجوده، العلاقه موجوده، الخبره موجوده، هو عارف قدرات اللاعب، عارف توظيف امكاناته ايه. لويس ميكيسوني ما عنديش كلام مختلف عن اللي قلته على بيرتاو، غير انه ده شفناه وشفنا منه امارات يعني. ولا وميكيسوني ظهر جدا مع سيمبا في دوري الابطال السنه دي. ما انا بقول لا ولا انت على بيرسي؟ طب لا انا بكلمك على ميكيسوني. على ميكيسوني طب ليه؟ انا بقول لك ما عنديش كلام اكتر من اللي قوله على بيرتاو، غير ان ده شفناه وشفنا منه امارات. نفس الشيء. يا هل ترى ماذا يمكن ان يحدث مع النادي الاهلي؟ طيب ميكيسوني شارك في 14 مباراه في دوري الابطال، وكان واحد من اهم لعيبه سيمبا التنزاني شفته في خلال مشوار الفريق التنزاني في دوري الابطال، وكان الحصان الاسود للبطوله. شارك معاه في 14 مباراه في دوري الابطال، سجل 3 اهداف وصنع 3 اهداف مع منتخب موزمبيق، وهو لاعب دولي شارك في 27 مباراه منهم 15 مباراه رسميه وسجل 4 اهداف في مباريات وديه. اذا احنا بنتكلم على تنشيط القوى الهجوميه الى اعلى مستوى، اذا كان عندك انت اجنحه تطويرها. موجوده تطويرها. انت بتطورها وبتضيف انت عايز لها. تطور الاجنحه لان انت طريقه لعبك بتعتمد على الكثافه الهجوميه الضغط، وده اللي شفناه حتى في الدوري الماضي ده بكل الانتقادات اللي شفناها. احنا اقوى هجوم، احنا اكتر فريق عمل هجمات، احنا اكتر فريق صنع فرص، احنا اكتر، احنا لينا 16 كوره في 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 في, في القائم. واللي يدهشك انك بكل ارقامك القياسيه دي انت ما خدتش 18 ضربه جزاء. يعني المنطق يقول ان بهذه الغزاره الهجوميه انت المرشح والمؤهل تبقى انت اللي. وعلى فكره لو كنا خدنا 18 ضربه جزاء كان اللي حصلني يكسرني. بس الناس خلينا في غمار الفرحه، ده كلام تحليلي يتقال بعدين عندما تهدى الامور، وهيبقى موجه لانفسنا مش موجه لحد تاني. فيعني بيرسيتاو ميكيسوني جناح الاهلي الجديدين المفروض ان شاء الله تعالى لمزيد من تفعيل القوى الهجوميه اللي انا قلت لكم عليها. لما الاهلي بيحصل اعاده شحن لبطاريات الطموح والامل ان شاء الله تعالى زي ما حصل في 2003 2004 دخل الاهلي موسم 2004 2005 خلص الدوري قبل نهايته ب7-8 اسابيع وخلص دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه واحده، فاز بكل مبارياته في رقم قياسي تاريخي. بس هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي ياخذ لما بياخذ بالاسباب وازاي ينطلق من اللحظه اللي البعض بيعتبرها لحظه تعثر بتكون نقطه انطلاق قويه جدا. النقطه دي بقى انا عايز اتوقف عندها لحظه لان بتلخص الفوارق. لماذا الاهلي لا يتوقف كثيرا في لحظه الانكسار؟ لان هو دايما ما بيخدعش نفسه، دايما عندي تحامل وعندي اخطاء وعندي ظروف عكستني وعندي اجهاد وعندي وعندي. وكان رغم كل هذا امامي فرصه، رغم كل ده ان انا اعمل حاجه يعني
واحتكر البطولات كلها. بعت مني بطولة أقوم أتوقف أدرس وأفكر في بكرة. أيوة. وعلى فكرة ما هو الصفقات دي ما تمتش النهاردة، إنما المفاوضات بقى لها مثلا شهرين ثلاثة. أيوة. واخد بالك، والترشيحات. أيوة. إذن أنت وأنت في عز تألقك ها أنت بتفكر في اللي جاي. أيوة. وهو دي منتهى الصراحة والصدق مع نفسه، منتهى العمل الصادق اللي بيجرك لقدام. وده ثمرة العمل الصادق اللي بيجرك، لأنه هي الفكرة المؤسسية للنادي الأهلي الأمور دي بتمشي إزاي؟ في لجنة تخطيط بتدرس، بتقيم، بتختار، بتوافق، في مدير تعاقدات بيكلف، بينفذ، بيشتغل، وفي رئيس النادي المشرف على الكرة أو المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة ينهي هذه الأمور يا باشمهندس. أيوه. سيستم. مؤسسة. بتشتغل بالطريقة دي. يعني ما لا يعني هو لا جديد. غير إنك ظروفك بتختلف، قدراتك المالية بتختلف، قدراتك التفاوضية بتختلف. سقف طموحك، سقف اختياراتك. طموحك، أنت دلوقتي مؤكد إن رايح تجيب لاعب من البريمير ليج. ما انت قبل كده جبت رمضان صبحي من لا رمضان ابنك بس يعني من البريميوم ليج. يعني انت يعني اللي كان بيقولوا ازاي يسيب الدوري الانجليزي ويجي النادي الاهلي، لان النادي الاهلي النهارده اصبح ثقله في الدولي، ثقله امام المحفل العالمي والاوروبي تحديدا. والله ولو رحت جبت من الدوري البرازيلي هتجيب اللي انت عايزه. انك انت لا، اللعيبه بتقول ليه لا ما اروحش النادي الاهلي انقل طموحي واكسب بطولات. وده اللي بيحصل، وباذن الله نكمل على هذا النهج. اذا انت لمست نقطه مهمه جدا. انت رايح تجيب لاعب من البريمير ليج، انتوا متخيلين ان لاعب يجي من افريقيا يحترف في الدوري الانجليزي فلما يتعرض عليه النادي الاهلي، خاصه انه حتى لما برايتون اعاره ل بروج البلجيكي علشان يكسب معاها الدوري البلجيكي، متخيلين انه في لاعب يقبل يجي هو المصري خلاص؟ يعني اذا كان جه رمضان صبحي او اي لاعب مصري، انه في النهايه بيرجع لبلده، بيرجع لبيته، وبيرجع عنده اسباب كتيره للعوده، لكن بيرسي تاو يختار النادي الاهلي عن الاستمرار في البريمير ليج. اتكلم عن كده واحد من النجوم المصريين اللي خدوا التجربه في الدوري الانجليزي، أحمد حسام ميدو، في برنامجه لما تحدث مع الزميل الصحفي محمد فاروق عن صفقات الأهلي ووصلت لهذا المستوى إزاي. نشوف. نتكلم عن الأجنحة اللي بيتعاقد معاها الأهلي، فاروق كمان اتنين، صفقة بيرسي تاو لو حصلت رسميا هتبقى نقلة مهمة جدا جدا لفلسفة الصفقات في مصر بشكل عام. في البداية لما كان بيتقال الكلام في الميديا أو كل جيلنا إحنا أخبار يعني من مصادرنا أو إن الأهلي بيتكلم مع بيرسي تاو، انا كنت بقول الولد هيرفض يعني بدون تفكير، بالعكس ده احسن من النادي الاهلي، بيلعب كاس عالم انديه، مدرب عارفه كويس. هقول لك ليه؟ الاهلي طبعا نادي كبير ونادي في افريقيا التوب وفي الشرق الاوسط وعمل صوره عظيمه جدا حتى في النسخه الاخيره في كاس العالم الانديه، لكن احنا بنتكلم عن لعيب في البريمير ليج. ان الاهلي يقنعه ده نجاح كبير جدا للاهلي ميدو. دي فعلا نقله في الكواليتي بتاع الصفقات وفي البروفايل بتاع اللعيبه اللي الانديه المصريه بتجيبها. الحقيقه نوانس ان الصفقه دي تتم ويتم اعلانها رسميا لازم الناس كلها تحيي مجلس اداره الاهلي اللي فعلا قدر ينقل صفقاته بالشكل ده. انت عارف بس انا عايز اتكلم في نقطتين في الكلام. انا معاك في كل كلمه انت بتقوله، مش يعني جنان، ولكن انا بالنسبه لبيرسي تاو لو جاي لي اندر لخت وجاي لي لا الاهلي هيلعب كاس عالم الانديه مع مدير فني بيحبني ونادي عنده تاريخ كبير في افريقيا وقاعده جماهيريه كبيره، طبعا انا اختار الاهلي. هو قال انا يعني توقعت ان يرفض رغم ان الصوت مش انما استنادا الى المتابعه السابقه. قال انا لو كنت يعني تعرض عليا ممكن اجي بالدوري الانجليزي على النادي الاهلي، وكان هذا ممكنا وكاد ان يحدث. بيقول انا لو معروض عليا اندرلخت البلجيكي، معروض عليا عرض من النادي الاهلي اللي هيشارك في كاس العالم للانديه وفي مدير فني بيحبني وفي قاعده جماهيريه كبيره زي اللي في النادي الاهلي، هختار الاهلي. ماشي. ايوه. هو نفس ميدو خاض هذه التجربه قبل كده، انا حكيت لك القصه. وعرض عليه الاهلي. كاد يعني. كاد ايه بقى؟ ما خلاص، ما انا حكيتها. لا حكيتها قبل كده. مش هي مجالها يعني.
انما اللي مجاله بقى انه قال لك انا توقعت، وده اللي انا بقوله لك، ان لاعب في الدوري الانجليزي يسيب الدوري ويجي، توقعت ان بيرتو يختار الاهلي. لا قال لك انا توقعت انه يرفض. بس هو لما فكرت فيها لقيت لا يرفض ليه، يجي. وهو شايف انه هيعمل اضافه جيده للنادي الاهلي. هو قال لك نقله، يعني دي نقله نوعيه كبيره جدا، وزي ما قلت لكم ده مزيد من التاكيد على قيمه الصفقات اللي النادي الاهلي اعلنها النهارده، اللي كانت ثالث منها بقى لاعب صاعد مهم جدا، عنده قدرات متنوعه، كريم فؤاد، لاعب نادي النجوم اللي كان معار لإنبي ونجم المنتخب الاولمبي في طوكيو. الاهلي اعلن التعاقد معاه لمده 5 سنين. قال الكابتن امير توفيق ان اللاعب ايضا انهى كل التوقيعات الرسميه وبات لاعبا رسميا في النادي الاهلي. كريم فؤاد سنه 21 سنه، اذا بنتحدث بقى عن حسابات المستقبل. شوف 26 27 ده النقطة. بيعتبروه قمه النقطة. اللاعب الاداء، يعني دي المفروض تبقى ازهى سنوات عمره. ايوه 21 سنه هي السنوات الواعده التي عندما تمتلك موهبه ورغبه والتزام وانتظام تشي بانك انت ممكن تكون مشروع لعيب جيد. انا شايف المواصفات دي في كريم. ما احنا قلنا راينا في كريم، وانا انا واحد من الناس اللي لما اتفرجت على كريم لقيت عنده شيء مختلف شويه. عنده نسق في لعبه بفكر، يعني ما بيلعبش مش عشوائي. وعنده حاجه تخصه، ازاي يعدي بالكوره، ازاي كل ده متوقف على ايه؟ على مدى ان شاء الله التوفيق، التزامه وانتظامه وقابلته للتطور والتوفيق. وهنا بقى يا جماعه، هنا جمهورنا بقى، من فضلكم عندنا 3 لعيبه كلكم كنتوا عايزينهم، محدش يعني كلنا كنا عايزينهم. من فضلك الصبر، الهدوء، المسانده دون مبالغه، ودون بقى ايه توقعات تحطوها انتوا في دماغكم ها وتحاسبوا عليها. سيبوا الناس بتشتغل بهدوء وبتشتغل صح، ربنا وفقنا جميعا، والاهلي يخصنا كلنا. الحقيقه السمه الواضحه في الصفقات الثلاثه الكبار المرونه عند كل واحد منهم، كل واحد منهم عنده قدرات يلعب في اكتر من مكان. يعني لما يمين وشمال او ميكيسوني الاثنين اجنحه، ده يلعب يمين وده شمال، وده يلعب ده شمال وده يمين. كريم فؤاد في ناحيه الدفاع يلعب باك رايت ويلعب باك ليفت، ودي نقطه مهمه جدا لانه المركزين بيحتاجوا تدعيمات، وادينا شفنا في فترات كتيره جدا كانت الناس تفتكر ان الاهلي عنده 3 بدائل في الناحيه اليمين، في فترات ما كانش يلاقي لاعب مين، لانه انت بتلعب عدد كبير من الماتشات. الاهلي لعب 73 مباراه في سنه ميلاديه من اغسطس لاغسطس، لعب 73 مباراه، رقم ما لعبهوش اي فريق حتى في الدوري الانجليزي بما فيهم اللي شاركوا لعبوا فاينل دوري ابطال اوروبا. 73 مباراه في سنه كامله، ده كان حمل بدني غير طبيعي بالمره. عشان كده ازاء هذا الحمل. انا بس وانت بتتكلم على الحمل يا استاذ ابراهيم، في حاجه احنا ما بنحسبهاش، احنا سافرنا حوالي 8 مرات. انا حسبتها. كل سفريه اديها يا اخي يومين رايح جاي رايح جاي، يبقى بتديها كام؟ من 3 لـ4 أيام. يبقى انت على الاقل في 25 يوم بتقضيها في الهواء او في المطارات او ترانزيت او بتاخد مسحه او بتقعد في الحجر، من 25 لـ30 يوم في خلال هذه الفترة. مش مسألة حاجة و70 مباراة، انت بتعيش هذه الأجواء، يعني معظم المباريات وراها رحلات سفر طويلة، رحلات وما يترتب على الرحلات وضغوطات، مسحة رايح مسحة جاي، حجر رايح حجر جاي، تعليمات رايحة تعليمات جاي، اختلاف في المناخ، اختلاف في التحدي، اختلاف في الظروف، اختلاف في الضغوط. ده جزء. فلما نقول النادي الأهلي يعاني من الإرهاق، هذه ليست حجة. تعرف أنا النهاردة بالصدفة قابلت الأستاذ مجدي شمس الدين السوداني
ده كان رئيس الاتحاد السوداني وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكذا سنة. كنا بنتكلم على الظروف بتاعة الدوري المصري وعلى اللي النادي الاهلي مر بيه، فقال يا جماعة هو ازاي الناس مش واخدة بالها انه فريق الاهلي ده لعب بطولتين دوري ابطال افريقيا في سنة واحدة. الاتحاد الافريقي لما ردم البطولتين في بعض عشان يقدر يعدل المواعيد كان على الاهلي انهى دوري الابطال فاز بالتاسعة، بعد خمس ايام بدأ مشوار العشرة. فان انت تلعب بطولتين في سنة واحدة ملضومين بهذا الشكل وتفوز بيهم دي مسألة بدنية في منتهى القسوة. انت لو ترجع بقى في الموسم السابق وهيمهد للموسم اللي احنا خدناه اللي فات ده ولك البطولة الافريقية هتبقى مختلفة لان ما فيهاش انت الماتشات داخله في بعضها يعني النهائي داخل مع البداية بالظبط. فانت انت عشان تلعب تاني علميا عشان نلعب بطولة يا جماعة بتطلع بالكيرف عشان توصل لأعلى معدلاتك أثناء البطولة تنافس تاخد البرونزية ترجع تاخد المشوار الإفريقي والمحل الجديد. فهذا كلام من ناحية العلمية لابد أن يتوقف الخبراء أمام تجربة النادي الأهلي كيف استطاع النادي الأهلي يخرج بهذا الموسم بالشكل ده إنه يلعب مثلا ست بطولات يكسب خمسة. انت 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 ولسه على فكره لسه في سوبر مصري ايوه عن الموسم الماضي ولسه في سوبر افريقي قادم، يعني لسه في بطولتين ما احناش عارفين هيتلعبوا امتى. فانت انت هذه كل هذه التحديات مع فكره ان النادي الاهلي لما بيلعب بطوله لازم ياخدها وان الناس بتحاسب على البطوله يا استاذ ابراهيم اللي انت بتفقدها مش البطوله اللي بتاخدها. يعني خلاص انت تقريبا لا تحتفل باللي بتاخده. انت لعبت سبع بطولات خدت خمسه وخدت ثالث العالم بالبرونزيه وخسرت الدوري. يعني الحساب 6-1. خسرت ولا اخسرت؟ اخسرت. بس هي الحساب كده 6-1. لا هي بص يعني عشان يبقى سيبك من الكلام ده وطبعا خساره الدوري فيها اسباب عديده احنا قلنا الشيء الذي يخصنا يعني هو ده هنعترف به لكن برضو جزء من الشيء اللي يخصنا له مبرره في ان اجهاد غير مسبوق لكن برضو كان ممكن لان في الثواني الاخيره دي يعني كان ممكن نعديها ثلاث ماتشات في الثواني الاخيره كانت كفيله انها تقلب المقاييس كلها. اي لكن انت الذي لا يخصنا هنعمل فيه هنكشفه ده كل اللي نقدر عليه ونترك للاداره التصدي لهذا الامر و يعني محاوله او العمل على الا يتكرر هذا الامر.